بالراحه يا روي، بالراحه يا حبيبتي، مش عارفه اخد نفسي. اصبري بقى، الست عماله تستعجلنا. بس يا علي انا شايفاك، اطلع بره عيب كده. سيبيه يا راويه، سيبيه يتفرج، هيبقى لا صغير ولا كبير. ايه اللي بتقوليه ده انت كمان؟ اتلمي. انا بس نفسي افهم، انا اوحش من الستات اللي متهنيه مع جوزتها دي في ايه؟ صحيح الدنيا تدي القرع ومكتكتين الروس، ويا مصابايا عسل بختهم منحوس. نفسي اعرف بتجيبي الكلام ده منين؟ من عند بتاع الكلام. راويه الفستان. حالا يا مدام ماري، حالا اهو. هنفل، فين الفستان؟ وي مدام. يلا يا راويه والنبي، مش قادره اتنفس، هموت. الدنيا كلها اتغيرت، ما عادش حد بيلبس الفساتين دي. انا مش فاهمه ايه اللي مخلي مدام مريم ناشفه دماغها كده. معلش، خلينا نعمل لها اللي هي عايزاه، وكمان تنقذي حياتي لحسن، الفستان ده هيموتني. شيك جدا يا مدام ماري، بس انا شفت في مجله ازياء ان الموضه دلوقتي في باريس الفساتين البسيطه والجوب القصيره. بالظبط كده، عندك حق حضرتك. خويه ما حدش طلب حقك، دي موضه قليله ادب، ما فيهاش اي احتشام، ما فيهاش اي احترام. مستحيل مجتمع حقيقي يقبل بموضه زي دي، مش هتمشي. بس ايه رايك في الفستان؟ أنا علشان كده جيت لك، ومتأكدة إن أنا هلاقي عندك فستان النادي كله يتكلم عليه لما يشوفوني لابساه. دي حاجة تشرفني. أويا هدعي فستان المدام. حاضر. مبروك. ميرسي.